واش لا فامي مساء النور عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معنا هاد لا فيديو. المهم في هاد لا فيديو غير بغيت ندير انونس جديد لابليكاسيون ديال ساند ويب بعد ما هضرت عليها، لكن في هاد لا فيديو الميزه اللي غتكون زايده فيها هو انني غنحاول نشيكي ولا نحاول نعطي دي ريبونس على توت لي زيكيسيون اللي كيتحطوا ولا المشاكل التقنيه اللي كتلقاو في ساند ويب. في هاد لا فيديو ان شاء الله نحاول نطرق ليها كامله على احسن وجه الناس ان شاء الله اللي عندهم دي بروبليم فيها. هما ماشي دي بروبليم، هما كيدخلوا في السيكوريتي ديال لابليكاسيون وفقط و تيخدموا لصالح الكليون. المهم كلكم كتعرفوا لابليكاسيون ديال ساند ويف اللي ديجا درنا عليها الفيديو. المهم اللي ما كيعرفوش الناس الجداد اللي معنا، راه هو اللوغو ديالها هو هذا اللي بالصفر وفيها البطريق، هذه من جهه اخرى. ثاني حاجه لابليكاسيون راه كدير ترانسفير ديال الفلوس من الدول الاوروبيه كندا والولايات المتحده الامريكيه نحو الدول العربيه بالمغرب المغرب الجزائر جوبونس كاين تونس وكاين حتى بعض الدول الافريقيه الا ما نقول انهم كاملين الدول الافريقيه السنغال وموريتانيا وجنوب افريقيا ونيجيريا كذلك حتى هما راه كاينين الناس اللي كيديروا الترانساكسيون من الدول الاوروبيه نحو الدول او القاره الافريقيه اذا صح التعبير. قلنا في هاد لابليكاسيون بانهم كيعطوك 10 اورو او 10 اورو على بروميير ترانساكسيون، فهمتي في التحويل الاول ديالك كيعطوك 10 اورو بشرط انك غتدخل الكود برومو اللي هو كورياني. اوكي الى هنا متفقين في هاد البارتيه ومتفقين في لابليكاسيون. الناس اللي ما عارفوش كيديروا يدخلوا لابليكاسيون راه سهله، غتدخل البلاي ستور غدير ساند ويف غدير هكا كيما غتكتب هنا، غدخل لابليكاسيون غدخل النمرة ديالك العباد ديالك كيطلبوا لك كتدخل كود برومو غدخل على واحد البارسيال غتلقى فيها واحد المهم على المهم على حسب الايفون ولا على حسب التليفون راه كتغير لابليكاسيون، حتى الفيرسيون ديال لابليكاسيون كتغير على حسب التليفون ونوعية التليفون. المهم راه غتلقى واحد القضية ديال فيها واحد غتفتح جو بونس غتوطى على اليمين ولا على اليسار غتلقى واحد الغوبغيك غتكليكي عليه غيعطيك انفيتي واحد الكود برومو، دونك غتوطى انت على الكود برومو غتدخل هذا الكود برومو اللي هو كورياني غيعطيوك 10 اورو على هذا الكود وهو كيتعتبر كبونوس ليك كأنك كليون جديد ولا نوفو ديال لابليكاسيون وهذا هو الامتياز اللي كتميز به هذه لابليكاسيون من جانب ثاني حاجه. لان الناس اللي يدخلوا هذه لابليكاسيون وكيلقاو مشكل بعد ما كيديروا كاع كامل لي زيتاب وكيحاولوا انهم يسطوا الفلوس وكيلقاو مشكل. قلت لهم انتبه الانتباه ديالكم وديكم واحد الرابيل بان الا كان في الفيزا ديالكم ولا الفيزا ولا الورقه اللي سكانيتي ولا اللي البطاقه تعرف من بيش دخلتي الا كانت ساليه الا كان لا دات سالت ما بقاش صالحه او مهم تقدر تجي باغ اكزومبل ما صالش كندير 2021 دونك ما تاكسبتش دونك غتلقى حل اخر من انك تحيد هذيك تحيد ديك الكارطا ودير مثلا عندك بيراميد المغرب ولاش تحاول انك تحطو وتسوني عليهم. راه الناس كيختلفوا، راه الناس اللي في الصبل والناس اللي كيكونتاكتوني بارفا واتساب راه الناس اللي في الصبل راه مختلف النمره راه غتدخل هي الموقع ديالهم ولا انا نحاول نحط لكم هنا النمره ديالهم ان شاء الله سواء الصبليون ايطاليا ولا المهم النمره هنا كاملين غتشوف غير كاع ديال الدول الاوروبيه اللي كيصيفطوا الفلوس مثلا المغرب ولاش غنحط لكم ان شاء الله النماري ديالهم هنا. هذه من جهه. دونك هذا التعطال ديال البنكة ولا المشكل ديال البنكة راه ماشي من لابليكاسيون، راه هو غير مجرد ديال انهم اعتبروا واحد الفيريفيكاسيون كيحاولوا انهم يتاكدوا واش انت مول واش انت مول الاوراق او لا انت كدري انت اللي دخلتي الاوراق او ولا شي واحد اخر ولا المهم الله اعلم. هما غير من السيكوريتي ديال السيكوريتي هو شي كيخدم لصالحك لا سواء البنكة لا سواء الكونت ديالك بانك كليون جديد. دونك كيديروا بحال اللي كيديروا معاك واحد الكونترا انك راك كليون جديد دونك يعطوكم هذا البونص ديال 10 اورو. اوكي ممكن هاد النقطة حتى هي متفاهمين عليها. باقي حاجة أخرى يا مشكل مثلا باغ اكزومبل انا كنصيفط الفلوس كي الدراري اللي كيصيفطوا لي بزاف ميساج يقول لك انا راه كنصيفط الفلوس وملي كنصيفط الفلوس كيخرجوا من البنكه مي ما كيوصلوش للمغرب. دونك حتى هنا كيطيح في واحد المشكل
لي هو كاول زبون هو راه كيعتبر مشكله بالنسبه مي بالنسبه للابليكاسيون راه ماشي مشكل، راه هما كيحاولوا ياخذوا لاكسي من عندك انت، كتحاول تكونتاكتيهم تقول لهم انا راه هو هذاك الشخص اللي بغيت ندخل الفلوس ولا كذا، باش يتاكدوا من اللي انك وراك هذوك ولا بطاقه الهويه ديالك انت، باش ما يلقاوش هما مشكل. دونك باش حتى الا مشاو الفلوس للمغرب كات كيوصلوا في امان، وكيمشي الشخص اللي غتسيفطو له كيوصلوا في امان. ويمكن لابليكاسيون الا وقع لك شي مشكل وما وصلوش الفلوس راه 7 ايام حتى 10 ايام الفلوس كيعاودوا يرجعوا للكونط. الا تقطعوا لك الفلوس مثلا وسبيت انولي كل شيء، راه يمكن لك تانولي، راه يمكن لك تصوني عليهم تقول لهم بغيت انولي هاد ترانساكسيون. ما علاش هما كيحطوك بوزيسيون علاش وكيفيريفيو علاش، وهنا كينفعوا لي دونتيفي لي حط سكانيتي في الاول، راه هادشي علاش. دونك هما كيحاولوا انهم يفيريفيو لي دونتيفيون ديالك باش نتاكدوا باش الا بغاو انوريو لك هاد ترانساكسيون راه كيانوريو لك اوتوماتيكمون بلا صداع بلا والو. دونك نفترضوا انك دخلتي كود برومو اللي كل ما تنكرو هو كورياني، دخلتي البيس ايدونتيفي ديالك، هضرتي معاه، تفيريفا لك كلشي، دونك الكونت ديالك كيبقى كونت مزيان، ما عليه من بعد كتصيفط الفلوس راه ما كتفوتش 30 مينوت حتى 20 مينوت الفلوس كيوصلوا الشعبي كاش. دونك داك الشخص اللي داك ديستيناتير اللي كتبت السميه ديالو في الاول راه كتوصل واحد الميساج في النيميرو ديالو كيقول له بانك داك دا مثلا السي محمد ما بغيت نصيفط لعلي ولا عبد القادر ولاش، راه الفلوس وصلوا للسي عبد القادر، هو السي عبد القادر غيتصل باقرب شعبي كاش غيعطيهم واحد الرقم راه تيكون في الميساج زائد البطاقه الهويه ديالو اوتوماتيكمون راه كيعطيوه الفلوس اللي صيفطتي. كنقول لكم بالصحه والراحه، 10 اورو راه غراتويت، زائد انك يمكن لك ديك 10 اورو سير طيبه 1 اورو. دونك هذا ما كان في هذا الفيديو، نتمنى ان هذا الفيديو ونتمنى انني نكون جاوبت على جميع اللي كيسيون اللي كيحطوا الدراري ولا اللي كيحطوا من سواء في الكومنتير في الفيديو اللي داز هضر على الفيديو، راه بغيتي نجاوب على لي كومنتير اللي دازو اللي تحطوا عليا بزاف بزاف، وكيلقاو الناس مشاكل، زائد الناس اللي كيسيفطوا لي في واتساب نحاول نتمنى انني نقدر نجاوبكم، والناس اللي تحلوا المشاكل وتحلوا المشكل يحاولوا يتشيكيو لنا في لي كومنتير بانه قدر تحلوا المشكل باش يشجعوه واحدين اخرين ان شاء الله انهم باش يحاولوا انهم يشجعوا بان يشجعوا الناس ويبارطاجيو ان شاء الله لابليكاسيون معاهم ويشجعوا بان لابليكاسيون راها سيكوريزي وامنه وفلوسك راه كتوصل في امان وكتصيفط امان، زائد ان الفري دو ترانسفير راهم غراتويت. المهم اللي هيكم هذا ما كان في هذا الفيديو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساش الجيم ولا عجبك الفيديو خلاص دير كومنتير. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر مع ديز ابليكاسيون اخرين ان شاء الله، تريا فراسكم، يلا السلام عليكم.